شهد وزير العدل المستشار عمر مروان ورئيس هيئة قضايا الدولة المستشار محمد بكر مراسم أداء اليمين القانونية ل 533 مستشارا من المعينين الجدد، ذلك بهيئة قضايا الدولة من خريجي كليات الشريعة والقانون والشرطة والحقوق دفعة 2015 بناء على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 322 و323. بينما تقرر حلف اليمين القانونية للمعينين الجدد بقضايا الدولة دفعة 2016 غدا بوزارة العدل. إدراكا من وزارة العدل بأهمية الإنسان في عملية التنمية وأنه أساسها وغايتها، فقد مثل لها بناء قدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية وتطويرها هدفا رئيسيا وملمحا أساسيا، ولن تدخر الوزارة وسعا أو تألو جهدا في سبيل دعمكم وتدريبكم وتطوير خبراتكم، وكل ذلك من أجل رفعة شأن وطننا العزيز تحت القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. مبسوطة جدا النهاردة بانضمامي واختياري في هيئة قضايا الدولة، أعرق هيئة قضائية. بتمنى من ربنا يكون على قدر المسؤولية عشان نحافظ على أموال الدولة العامة ومصالح الشعب. طبعا سعيدة جدا باليوم النهاردة حلف اليمين، وطبعا بشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا لدعمه وثقته فينا وانه اختارنا ودعمه الخاص للمرأة المصرية بصفة خاصة يعني. الحمد لله، طبعا ده يوم مهم جدا في حياتنا كلنا، وان شاء الله نكون قد المسؤولية.